ازاي تخلي الشرائح المجتمع بقى تبدأ تتوجه لعملية التعامل بالكروت والتعامل غير النقدي الورقي، وحتى مش بال يعني مش بالكارت بمفهومه الفيزيكال، انا ما كمان عايزه يسحبش بقى، انت يتعامل مش عايز بقى يسحب على فلوس. ابلكيشن. هنا بقى بدأنا نفكر، طب هو في اي حتة ايه اكتر حاجة تخلي الانسان يعمل الحاجة اللي انت عايزه يعملها؟ انك تديله حافز. فروحنا اطلقنا برنامج اسمه وين او النت، تمام؟ كل ما بتستخدم كارت البريد في مشترياتك كل ما بتحصل على نقاط. حلو، طيب تبدأ تستهلك النقاط دي بقى عندي رصيد تدسبنس، نقط. تاخد بيها بقى تشتري بيها حاجات، تعمل بيها حاجات فين؟ طب ما انت محتاج منظومة تجار. فانشأنا او تعاملنا مع اكبر عدد من التجار، احنا واصلين دلوقتي لاكثر من 150 الف تاجر ومنفذ تقدر تتعامل فيه بونتك او بالونت لو انت عندك بمختلف البضائع كل والخدمات. حاجة وبكل الكلاسز. حلو. طيب مش بس انت محتاج برضو انك تديله ابلكيشن بقى، انت اديت له الكارت وبتقول له هتشتري بالكارت هتاخد نقط، هتروح بالنقط دي تستبدلها باي حاجه. صح. طيب لا احنا عايزين نتطور، عايزين نديله قناه جديده كمان يقدر يتعامل من عليها من غير ما ياخد فلوس او من غير ما يستهلك الفلوس بورق ويقف برضو في مكنه او عايز بقى العالم بين يديك. يلا ابلكيشن البريد. يلا اطلقنا برنامج يلا يوم 22/2/22. طيب. وهو اول سوبر اب. سوبر اب يعني ابلكيشن او برنامج واحد على الموبايل تقدر تلاقي عليه كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، واسمه يلا سوبر اب باي ذا واي. تقولش كده عملت له اهو باشا، هو ده يوم 22 نزل. هو انا ده كنت بقول بالظبط. الخبر وبنتكلم اهو اهو يلا. ايه ده؟ اهو اهو نفتكرت دي صورتي ولا ايه؟ لا بص اهو كده صح يا نديم اهو. بس انطرها لك اهو. يلا انا نزلته اول ما اتقال.